تفضلوا نصلي صلاة الغروب لو سمحت. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر دور كلها أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذه الليلة المقدسة كل أيام حياتنا بكل سلام ضابط كل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط كل أبا ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذه الليلة المقدسة كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل عمل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، زعق عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي، من خطاياي طهرني، لأني عارف بإثمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك قد صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذو الآثام حب الأبي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضع علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني السرور والفرح فتبتهج عظام منسحقة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا أخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروح القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عاضدني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تسرب المحرقات فالذبيحة لله روح مسحب، قلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، انعم يا رب مسرتك على صهيون وتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح البر قربان ومحرقات ويقربون على مذابحك العجول. هللو شو يسنينان الليل يا أخي نبران ببيوت مشير ثواب نوت نوت أمين. تسبيحات وصلاة الساعة 12 نقدم المسيح ملكنا وإلهنا، أرجو أن يغفر لنا خطايانا من تراتين مزامير معلمنا داود إن بركات علينا أمين. نصلي مع بعض. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامه. هللو هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا، كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد.
يبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض هللو أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت إسمك القدوس على الكل اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم قد سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال ويعاين المتواضعات والكائنات يعرفها من بعد إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني على رجس الأعداء مددت يمينك وخلصتني يمينك الرب يجازي عني يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا تتركها هللي يا رب إليك صرخت فاستمع لي انست إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية ضع يا رب حافزا لفمي وبابا حصينا لشفتي ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع أناس فاعل الإثم ولا أتفق مع مختاريهم فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني أما زيت الخاطئ فلا يدهن رأسي لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلع أقوياءهم عند الصخرة يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض تبددت عظامهم عند الجحيم لأن عيوننا إليك يا رب يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن شكوك فاعل الإثم يسقط الخطى في شبكتهم وأكون أنا وحدي حتى يجوز الإثم هللو سبحي يا نفس الرب أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاصون تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكال على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها الحافظ العدل إلى الدهر الصانع الحكم للمظلومين المعطي الطعام للجياع الرب يحل المربوطين الرب يقيم الساقطين الرب يحكم العميان الرب يحب الصديقين الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صهيون من جيل إلى جيل هللو سيمون قدوس 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 الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا مارلوخ الإنجيل البشير بركاته علينا أمين وإذ إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه
وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس لأنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبويه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم ومجدا لشعب إسرائيل. مجد الله دائما أبديا آمين. ليكمل لنا رب قولك بسلام. تنقشتمك بخير سوسنم بكيوت وسوسنم بابن وما وامشي اكتونك صوتي من اين نصلي مع بعض. هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني، زوج سبت لي كأيوك أغيب. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبين وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطي. كانين كأستوسي أوناس. أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعونة على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لينا خطايانا. آمين. كريالايسون يا رب ارحمك. كريالايسون اسمعنا وارحمنا. كريالايسون ارحمنا يا الله. كريالايسون يا رب ارحم. كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
كيريا ليسون ارحمنا يا الله. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض ملؤتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، خفية والظاهر. يا رب اغفرها لنا من أجل اسم القدوس الذي دعي عليه رحمتك يا رام، وليس كخطايا مستحقين. نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اليومي، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح وكمحب للبشر. وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر، من كل ضربة، ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن كل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وافق السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، مسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنم، الذي يحب الصديقين وارحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمر جواحي، الداعي لكل الخلاص لأجل موعد بخيرات منتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وفي كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا وارشدنا إلى عالم البصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل الشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر، بالمسيح يسوع ربنا آمين. اتفضلوا ارتاحوا.
باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. متعودين في الاجتماع العام قبل العظة أن يكون معانا فقرة اسمها شنوديات، بنتكلم عن موضوع من مواضيع سيدنا البابا شنودة من كتاب من كتبه، حتى لا ينسى هذا الرجل أو حتى لا تنسى تعليم هذا الأب المبارك. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بعد ما كلمنا قداسة البابا شنودة في الأسبوع اللي فات واللي قبل اللي فات عن أهمية محاسبة النفس وكيف تكون محاسبة النفس، أبونا قداسة البابا شنودة بيقول لنا سؤال مهم جدا عن أهمية محاسبة النفس وكيف تكون محاسبة النفس. في سؤال مهم جدا، كيف نحاسب أنفسنا؟ قداسة البابا شنودة بيقول إن في ناس بتحاسب نفسها في بداية كل سنة، في السنة الميلادية، في السنة القبطية، وفي بدء سنة من عمرها. والبعض يحاسب أنفسهم قبل كل اعتراف وتناول، وأفضل من هذين النوعين من يحاسبون أنفسهم في آخر كل يوم، وأفضل من هؤلاء جميعا من يحاسبون أنفسهم بعد الفعل مباشرة. قداسة البابا شنودة بيقول أن الوضع الأمثل والأكمل هو أن تحاسب نفسك على العمل قبل فعله، وهنا بيقول حاجة مهمة جدا، تحاسب نفسك هل يليق بي أن أقول هذه الكلمة، وماذا سيكون وقعها على الآخرين، وهل سيفهمها البعض على غير ما أقصده، فإن وجدت خطأ تتفاداه قبل وقوعه فهذا أفضل، وهكذا في كل تصرف وفي كل فكر، بهذا تسير نحو الكمال، وليكن الرب معكم. وفي نقطة مهمة جدا عن محاسبة النفس، محاسبة النفس في بعض الأحيان تتطلب تغيير الاتجاه، يعني لو كنا ماشيين مع العالم نمشي عكس العالم، لأن السيد المسيح جاء على عكس اتجاه العالم. وفي نقطة مهمة جدا تاني، إنه مهما كنا نعيش في ظروف صعبة فإن الظروف الصعبة تصنع الأبطال. وبعدين كان في سؤال مهم جدا، هو إنه سؤال، ليه يا رب بتسمح بالظروف الصعبة؟ أنا بقول إنه ممكن نسأل السؤال ده بصورة تانية مختلفة خالص، بدل ما نقول لماذا يا رب تسمح بالظروف الصعبة، نقول من يستحق أن يتمجد مع السيد المسيح ويتألم معه. يبقى في ثلاث نقط مهمين، محاسبة النفس، أهمية محاسبة النفس، النقطة الثانية كيف تحاسب نفسك، النقطة الثالثة متى نحاسب أنفسنا. وقداسة البابا شنودة بيأكد على نقطة مهمة جدا، بيقول
ان الضعفات اللي احنا بنمر بيها بتكون سبب في اتضاع النفس، وبنتعظ منها وبنعذر الاخرين على ضعفهم، بدل ما ندينهم بنعذرهم على الضعف. وايضا في اتضاع النفس قداس البابا شنودة بيقول البعد عن افكار المجد الباطل كلما تحارب النفس حينما تعمل خيرا، وكذلك تكون تلك الضعفات سبب في الاشفاق على المخطئين بدلا من ادانتهم. وقديس بولس الرسول بيقول نقطه مهمه جدا، اذكروا المقيدين كانكم مقيدين معهم، واذكروا المذلين كانكم ايضا في الجسد، عبرانيين 13. وفي نقطه مهمه جدا قداس البابا شنودة بيلفت نظرنا ليها، حاسب نفسك على السلبيات التي تصدر منك وايضا على الفضائل التي تنقصك، وكذلك على توقف نموك الروحي، وان كانت روحياتك وصلت الى وضع معين ثم توقف نموها، هنا تضع امامك قول القديس بولس الرسول ولكنني اسعى لعل ادرك أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. وقداس البابا شنودة بيأكد على نقطة مهمة جدا، ادرس ما الذي أوقف نموك الروحي، أهي أسباب داخلية أو عوائق خارجية. وبيقول حتى لو كانت أسباب خارجية فنابعة، فالأسباب الخارجية بتأثر على الشخص اللي عنده ضعف داخلي. يبقى ثلاث نقط مهمين، أهمية محاسبة النفس، كيف تحاسب نفسك، متى تكون محاسبة النفس. يبقى آخر نقطة نعيدها تاني معلش، هل يليق بي أن أقول هذه الكلمة، وماذا سيكون وقعها على الآخرين، وهل سيفهمها البعض على غير ما أقصده؟ فإن وجدت خطأ تتفاداه قبل وقوعه، هذا يؤدي بك إلى الكمال. وإلهنا كل المجد آمين. بيباركنا وبيفرحنا في هذه الليلة المباركة قدس أبونا الحبيب والمبارك أبونا مكاري يونان. هو غني عن التعريف وكاهن كنيسة المرخصية بالأزبكية بالقاهرة، وكلنا بنتابعه يوم الجمعة على قناة القرمة، ودلوقتي ممكن برضو بتوع مصر يتابعونا لايف على الموقع بتاع الكنيسة في الانترنت. فبنقول له أهلا وسهلا في قلوبنا، يعني بنفتح لك قلوبنا قبل ما نفتح لك أبوابنا. تفضل يا أبو الحبيب. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي، المسيح قام، لا كويسين. كل سنة طيبين.
هنشوف بعض أسئلة من أسئلتكم، ولو أني شايف الورق كله صلي صلي كلها صلاة. مفيش ولا سؤال. واحد بيقول انا حلمت بقدسك بتديني عيش، ما هو الجعان يحلم بالعيش. وانا بقول لك طلبات قدسك بتكتبها. الورق ده اسئله مش صلوات ولا سؤال. بركة، بس دي علامة ما تطمنش. عارفين ليه؟ لأن ما فيش مشغولية روحية، كل دي انشغالات جسدية. إنما لو في مشغولية روحية هنسأل على سكة السماء، والحاجة اللي بتعطلنا واللي بتتعبنا واللي بتحاربنا، والحل يكون إيه. لكن ما فيش مشغولية روحية، يبقى نتكلم على طول. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هقرأ كده كم آية من رسالة معلمنا يوحنا الأولى. بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. أمين. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. أما نيجي نتكلم عن محبة ربنا لينا، يقول المحبة الفائقة المعرفة اللي ليها عمق ولا علو ولا عرض ولا طول، محبة المسيح الفائقة المعرفة. فائقة المعرفة يعني محبة ما نقدرش ندركها، لكن نلمس المحبة في معاملة ربنا معانا. معاملة ربنا معانا وتبدأ المعاملة في إن الرب أخلى ذاته آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ليه يا ربي عملت كل ده؟ المحبة في الإنسان.
محبة في الإنسان. طب هل الإنسان يستاهل؟ أبدا أبدا. ليس من يعمل صلاحا، ليس الجميع زاغوا وفسدوا أعوزهم مجد الله. فالرب من أجل محبته أخلى ذاته آخذا صورة عبد أو شكل العبد محبة فينا. والله المحب لينا أعطانا كل شيء بغنى للتمتع، بس اللي بيحصل إن إحنا ما بنبقاش دريانين، مش حاسين، يعني الدنيا بتاخدنا، لا حاسين بمحبة ولا حاسين بحاجة. على رأي واحد من الأحبة وإحنا من شوية، بيقول المسيح ده محب كويس جدا، لما تحبه لا هتخاف منه ولا تقدر تطيق تبعد عنه تتلزق فيه، لأنه محب جدا. والمسيح غني جدا غني جدا. انظروا أية محبة أعطانا الآب. تتجلى المحبة في أنه أخلى ذاته، تتجلى المحبة في أنه وهو الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، تتجلى المحبة في أنه ماشي معانا طول الطريق، اسمه عمانوئيل، ما يتخلاش عننا لحظة واحدة. احنا نغلط ونعمل ونسوي، هو ملزوق فينا. ده انت لو غلطت غلطة مع اخوك ابن امك وابوك ممكن يديلك ظهره. طب واحنا يا ما بنغلط وبرضه ما يفرقناش، مش يبعد عننا شوية، لا ما يفرقناش تحت اي ظرف، مش بيفرقنا، لانه اسمه عمانوئيل. بيقول انظروا اية محبة، يعني قد ايه، ان ملهاش مقياس، حتى ندعى اولاد الله. وبعد شوية يقول الان نحن اولاد الله. ونوقف عند الكلمة دي، الان نحن اولاد. عارف وانت في اللفة في المعمودية، ولما تعمدنا وطلعنا من المعمودية صرنا ايه؟ حد يقول معايا صرنا ايه؟ صرنا بنين، مخلصين، مجددين، لابسين، وارثين. كل دي بركات المعمودية، ده من الكتاب. لكن خليني، طلعنا من المعمودية صرنا بنين. ولما جه يعلمنا نصلي أن متى صليتم فقولوا ايه؟ يا ابويا يلي في السماء. ابويا، لما اقول الكلمة دي بقينا اولاد ربنا، تحسسنا بايه؟ مش ساعات تسمع يقولوا الولد ده مؤدب والولد ده مش مؤدب، الولد ده مش بيحب ابوه، الولد ده عاصي، الولد ده مريح ابوه وامه، مريح ابوه وامه. تعال في بنوتنا احنا ربنا حتى ندعى اولاد الله. بالنعمة صرنا بنين، ده انعام واحسان. وصرنا بنين لمين؟ لملك الملوك ورب الارباب. ده يحتم علينا نعمل ايه؟ نعيش على مستوى هذه العطية. انا هقول لكم حاجة، افرضوا واحد غني جدا في وسطينا، ابنه هيكون ايه؟ غني. في الغالب لو اب مؤدب جدا ابنه هيطلع مؤدب، لكن لما اجي اقول لربنا ده مؤدب جدا جدا، ولاده لازم يكونوا ايه؟ مؤدبين. طب لما تشوف ولد حلاف وكذاب وشتام، ولا ولد بيسكر، ولا ولد بيسرق، ولا يبقى الولد نقول عليه ايه؟ بلاش دي، خليني في الغنى. ابوك غني وتبناك، لازم الغنى يبان عليك، لازم الغنى يبان عليك. طب هو عزز عنك شيء؟ لا. الغنى في ايه؟
نمرة واحد، الغنى في المحبة، غنى في أولاد ربنا مليانين محبة. طب واللي بيكره يبقى ولد عاصي، ده هو اللي حط الكره في بطنه وفي قلبه، ده هو اللي جابه لنفسه. إنما ربنا من يوم ما ولدنا بالمعمودية وبالمسحة المقدسة أعطى للروح القدس أن يعمل فينا، أول ثمرة من ثمار الروح هي المحبة. فتلاقي أولاد ربنا يمتازوا بالمحبة، فيهمش واحد بيكره، وما يكرهش إنسان، ما يكرهش أي إنسان غني. وتلاقي علامة كلامه ومعاملته واتصالاته واواوا إنسان محب، والمحبة وراها خدمة، والمحبة وراها بذل، والمحبة وراها اتضاع، والمحبة وراها تسامح، وراها غفران. فتلاقي صفة لأولاد ربنا يمتازوا بهذا، أولاد الله ظاهرون، أولاد ما يمسكوش على الوحدة، ما يمسكوش على الوحدة. غني في المحبة، ومن غير المحبة محدش هيورد على سما. عشان كده العائل قبل ما يغمض عينيه وينام يقول له املاني بالمحبة، املاني بالمحبة قبل ما يغمض عينيه وينام. واللي ما عندوش محبة مش هيوصل، مش هيوصل. غني في المحبة. باين الإنسان المؤمن من غير المؤمن، أو الإنسان المسيحي الحقيقي من المسيحي المزيف. تلاقي المسيح المزيف زي السمك الميت التار، واخده هنا وهنا، العالم خده، تراب العالم غطاه، مش باين. مع الحرامي، مع الحرامية حرامي، مع الكذابين كذاب، مع المعنى إنسان تاه في العالم. لكن ولاد ربنا ليهم صفة تاني، صفة تاني، غني في المحبة أولاد ربنا، لأن نحن أولاد الله مليانين بالمحبة. بنسامح، نشتم فنبارك، يفترى علينا فنعز، ما بنمسكش على الوحدة، ومش بنعامل العالم بمعاملته. وانت الكذبان، لو عندك محبة تبقى انت الكذبان، هتنام وانت مرتاح البال. عارف لو ما عندكش محبة هتهر، تفضل طول الليل تهري وتنكت. عارفين تنكت يعني ايه؟ طبعا ما فيش صعيدة هنا. طب معلش معلش، لو ما عندوش محبة يفضل طول الليل يهري وينكت. ازاي؟ لو عنده محبة مهما حصل، لان مش هو اللي بيفكر، ولا هو اللي بيحل ولا يربط، ده المسيح اللي ساكن فيه. تلاقي فلان غلط، فتلاقي المحبة اللي في قلبك تلتمس 100 عذر لفلان، ده يمكن ظروفه كذا، ده يمكن أحواله كذا، دي المحبة. فتلاقينا مرتاح لأنه بيحب، مفيش غيظ في قلبه، مفيش حقد في قلبه، مفيش بوضة في قلبه، غني في المحبة. أسيب دي، ولاد ربنا تلاقي غني في الفرح، في الفرح. مدام جبتوا سيرة الصعيد، أنا طبعا عشت في الصعيد مدة، شفت السيدات الله ينيح نفوسهم يعني يروحوا، طول العمر ما لبسوش فستان فاتح. فاهمين يعني ايه؟ من ميت لميت، عشان كده طول العمر لابسين ايه؟ اسود. حتى لما كان حد يجيب فستان لفلانة تديه لبنتها، تديه لواحدة قريبتها، وهي بتلبس اسود على طول. ليه؟ حزانة، حزانة.
أنا بقولش يلبسوا ولا ما يلبسوش، والفرح ده مش معناه لبس أو عدم لبس، لا، ده الفرح يبان على الوش. يقول لك فلان مهلل، ولما يتكلم عن رب المجد يسوع يقول تهلل يسوع بالروح، تهلل. الإنسان اللي عرف ربنا معرفة حقيقية عرف طعم الفرح الحقيقي، يبقى ممكن في ضيقة وتعب لكن من جوا فرحان، من جوا فرحان. يعني عمره ما بيجي لنا تليفون يعني حبكت. تلاقي حتى لما تبص لوشه كده تلاقيه فرحان. انما ساعات كده كتير مننا تلاقيه مكشر، وفي ناس بتعتبر التكشيره دي يعني شيء من الاهميه، يعني تدين او بكآبه الوجه ها يصلح القلب. شوفوا الناس تمسك المثل اللي بيقولوا اتسبونا ده بكآبة القلب، ويسيبوا كلام الروح القدس اللي بيقول افرحوا في الرب كل حين، وقول ايضا افرحوا، افرحوا في الرب كل حين كل غمضة عين، واقول ايضا افرحوا. عارفين المسيح له كل المجد قبل الصليب على طول قال بما معناه يعني أنا حغيب عنكم 3 أيام وحرجع، وقال لهم سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. سأراكم أنا جاي أنا حقوم، فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. إيه رأيك في الإنسان المكشر على طول؟ عمر مراته ما شافته يبتسم، ممكن يضحك بره لكن في البيت لا. ولا الست اللي هي بلاش اكمل ها؟ الناس اللي عايشين مع ربنا عيشة حقيقية، تلاقي من عدا الترنيم للحن لدندنة حياة مهللة. ممكن يبقى الظروف صعبة لكن في وسط الظروف بيهلل بيرنم. مرة كنا راكبين طيارة، في الطيران بتاعكم الجواني ده اللي بيسموه الداخلي، وطيارة قد كده يعني يمكن فيها 30-40 واحد، بقوا يشيلوا من هنا ويحطوا هنا عشان يوزنوا الطيارة قبل ما نطلع. فطلعنا وعدنا نلف نلف نلف، وبعدين نزلنا قلنا وصلنا أتاري رجعنا في المكان اللي طلعنا منه. إيه اللي حصل؟ أتاري حصل عاصفة شديدة والطيارة هوب نزلت والناس تصوت، واحدة ست جنب المدام نطت وجت في حجرها، المدام صلت وقالت في يديك أستودع روحي. وأنا عدت أعمل إيه؟ برنم برنم، ما خلاص حنوصل. ولا على رأي واحد عمل الترنيمة بتقول ما خلاص وصلنا. عايز أقول إني مع المسيح ومع الروح القدس في فرحة جوانية، فرحة جوانية ما يأثرش فيها الظروف البرانية. في فلوس تلاقي أهل العالم فرحانين، قلت الفلوس أو راحت الفلوس ضاعت الفرحة. الظروف من برة حلوة يبقى في فرحة، اتغيرت الظروف ضاعت الفرحة. لا يا حبيبي، فرح الروح مش مبني على أمور برانية، لا، ده بيقول افرحوا في الرب كل حين.
كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب، افرحوا في الرب. طب في إنسان غاوي نكد، في ناس غاوية نكد، ربنا بيقول لك تفرح في كل لحظة، كل لحظة. أبونا الغني عايز يغنينا، وعلى فكرة الكلام اللي بقوله مش كلام واعظ، ربنا بيكلمنا وبيقول أنا عايز أغنيكم. محبتك باردة، أطلب محبة. مش فرحانة، قولي له فرحني، ومستعد يعطينا كل شيء. وبلاش الأيام والسنين اللي عدت وإحنا محلك سر، محلك لا ذقنا حاجة ولا أخذنا حاجة، ولا الحال اتغير، ولا الحال اتغير. الحياة المسيحية مش كده. الحياة المسيحية شوفوا، إن كان حد بيعمل زرعة في البيت في قصرية ولا بتاع ويطل عليها كل صبحية كده، تلاقي يوم بعد يوم الزرعة إيه بتزيد، يوم بعد يوم، وتنشنش ومنظرها يبقى حلو، وتطلع ثمر أو تطلع زهرة أو بتاع. لما بتراعيها بتزيد كل يوم. إحنا زرعة ربنا، لازم نزيد كل يوم، بحيث مع الأيام أشواقي حتزيد للسماء، وما يبقاش لما تيجي سيرة الموت أترعب كده وخاف. لا، على قد ما تعد الأيام، على قد ما تشوق فقلبي يزيد، وأقول طال انتظرنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدين. امتى هتيجي؟ تعالى جوام، ساعتها أطر لك راكب الغمام، راكب الغمام. تلاقي الإنسان فرحان، فرحان. الظروف اللي حوالينا صعبة والدنيا صعبة وبتزداد صعوبة يوم بعد يوم، مش ناقصة، هي مش ناقصة، مش ناقصة. تعالى ترمي على ربنا وترمي في حضنه، قول له فرحني، فرحني. انسي كل الظروف اللي برا، وانسى كل الظروف اللي انت عايش فيها، وعيش في مجد المسيح وفي غنى المسيح، غنى المسيح. الآن نحن أولاد الله. أبونا الغني عايز يغنينا في المحبة، أبونا الغني عايز يغنينا في الفرح. وأقول نمرة ثلاثة عشان أنقل على حتة تاني، أبونا الغني عايز يغنينا في السلام، طمأنينة، راحة البال. ممكن مثلا عندنا هناك ما تسأل البعض، واحد يقول لك أنا خايف، واحدة تقول أنا مرعوبة، أنا مرعوبة. صحيح الظروف صعبة هنا وهناك، لكن تسأل حد يقول لك أنا مطمن، أنا مش خايف، أنا مليان سلام. أنا مليان، جايبه منين؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. في ناس كتير مش لاقية شغل، أو ناس سابت الشغل أو طلعوها من الشغل. بيقابلني أكتر من واحد ويكلموني، لكن بيختلف واحد عن واحد. تلاقي واحد شايل الطين على دماغه لأنه ما عنده شغل وما فيش فلوس، عنده حق لو فكر بالعقل. واحد تاني زيه يقول صحيح طلعوني من الشغل، لكن أنا مطمن، أنا مطمن، في قلبي سلام. ليه؟ لأني سايب الشيلة على سيده، ومصدق الوعد اللي بيقول إلقي على الرب همك فهو يعود. ربنا ما قال لي شيل الهم، ده أنا اللي بجيب الهم في قلبي، أنا اللي بشيل الهم. قال سيب الشيلة عليا، أشيلك وأشيل شيلتك، بلاش تفكر كتير ولا تحتار ولا تندار، سيب الكل عليا، أنا كفيل. تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تلاقي أولاد ربنا مكتوب عنهم سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. سلام الله الذي يفوق كل عقل، سلام. لما ننساش مرة شفنا واحد الله يرحمه من يمكن من 40 سنة، ورحنا نزوره في شبرا، وهو نايم على السرير
على فراش الموت، بدل ما احنا رايحين خدام حنتكلم ونعزيه ونفرحه ونطيب خاطره، هو اللي كلمنا وهو اللي عزانا، وبعد شوية سافر على السماء. سافر على السماء إنسان مليان سلام، مليان سلام، يعلى الموج حوالينا، يرمينا بين إيديك، يحنين أنت علينا ونقشنا على كفيك. يعلى الموج حوالينا، الظروف تبقى صعبة حوالينا، الموج والظروف تخلينا إيه؟ نترمي في حضنه. يعلى الموج حوالينا، يرمينا بين إيديك، أترمي في حضنه. أتار الظروف الوحشة تخلينا نشوف المسيح ونشوف مجد المسيح، وأتار الضيقات نشوف فيها المسيح. الناس اللي بتخاف من الضيقة وتخاف، يعلى الموج حوالينا، يرمينا بين إيديك، يا حنين أنت علينا وناقشنا على كف. يا من تحنين والحمل تخليه هين، يا سبب رجانا ومصدر عزانا، وانت وحدك مصدر عزانا اي حاجه. يا للمجمن حوالينا، يرمينا بين ايديك، يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك. على المجمن حوالينا، يرمينا بين ايديك، يا حنين انت علينا وناقشنا على كفيك. يا من تحنين والحمل تخلي هين، يا من تحنين والحمل خلي هين، يا سبب رجانا وسر هنانا، يا سبب رجانا وسر هنانا، وانت وحدك مصدر عزانا، وانت مصدر عزانا. الحتة التانية بيقول كلام عجيب، يعني بيقول الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن إذا أظهر، يعني لما يجي، نكون مثله لأننا سنراه كما هو. حتى تخلي العقل يتوخ. الآن نحن أولاد الله، ده صح، ولازم نعيش على مستوى البنوية. تشرف أبوك السماوي لما تعيش غني في الحب والفرح والسلام وكل فضيلة. تجيب العار على أبوك السماوي لو عشت فقير موحول في الخطية. ده ملخص الكلام اللي قلته. فبيقول الآن نحن أولاد الله، كويس، ولم يظهر بعد ما أنذا سنكون، لكن إذا أظهر حيجي المسيح، حيجي المسيح، وطوبى للي مستنيه، طوبى للي مستنيه ومستعد ليه. إمتى؟ الآن. الآن ما يخلينيش أغمض عيني وانام وانا مش مستعد. اتصرف وتصرفي، تستعد الآن بالتوبة بالرجوع بترك الخطية، تمسك في ربنا تبكي بالدموع، يا رب سامحني اغفر خطاياي قبل ما يجي النفس التاني اللي جايز ما يجيش، لازم اتغير. لكن إذا أظهر حيجي المسيح.
وقريب حيجي المسيح. مين اللي كان بيقول من شوية ان المسيح على الابواب؟ كل الظروف اللي حوالينا بتقول ان المسيح على الابواب. المسيح على الابواب. اذا اظهر نكون مثله لاننا سنراه كما هو. دي الحاجة اللي مش على مقاس عقلنا. مش على مقاس عقلنا. ممكن الانسان يتأمل فيها زي ما هو عايز. يعني لما نوصل السماء نكون مثله لأننا سنراه كما هو. طب لما نيجي نفكر احنا حنوصل عند ربنا, هل ربنا ده محدود اشوفه بعيني؟ ده كلام. سنراه كما هو ازاي؟ فكر زي ما انت عايز. دي حتة مفتوحة للتأمل والتفكير الإنسان يعيش فيها طول عمره. طول عمره. إذا أظهر سنراه كما, نكون مثله لأننا سنراه كما هو. نكون مثله إزاي وسنراه كما هو إزاي؟ أنا مش عايز أتفلسف وأتكلم لأن أنا بفكر فيها دايما, بفكر فيها دايما. لكن حاجة للحتة الأخيرة اللي هي مربط الفرس. بيقول ومن عنده هذا الرجاء به, الرجاء إن المسيح جاي, يطهر نفسه كما هو طاهر. يطهر نفسه كما المسيح طاهر. كنت بفكر امبارح هل ممكن نبقى زي المسيح؟ كنت بقول له طهر قلبي, فجه على بالي الحتة دي. أتاري النعمة ممكن تعمل عمل عجيب. النعمة تعمل عجيب. إحنا بشر وطين, لكن أتاري ما بنستناش إحنا أوان الخزف أوان الطين. أتاري بيبقى لا أنا بل المسيح اللي فيا. لكن المهم الكلمة من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه. هنا الجهاد. الأفندية اللي كانوا بيسألوا على الجهاد, مين كان قاعد معانا؟ ما حدش. هنا الجهاد, وهنا الإنسان السهران على خلاصه وعلى حياته الأبدية. صح, ربنا ادانا كل شيء بالنعمة واحنا في اللفة في المعمودية, خلاص وبنوية, وطلعنا من المعمودية مخلصين وصرنا بنين. ادانا كل شيء وادانا حياة أبدية, وقال حط رجلينا على السكة وقال خليك شاطر, خليك شاطر. القعدة حواليك والجسد يحارب والعالم يحارب والشيطان يحارب, القعدة حواليك, خليك شاطر, جاهد جهاد الإيمان الحسن, وامسك بالحياة الأبدية التي دعيت إليها أيضا. هنا بقى الشطارة. أنا بقول طلعنا وإحنا في اللفة واخدين كل عطية, فيجي واحد مننا تلاقيه متمتع بالعطايا دي وعايش حياة القداسة وبيجاهد يكمل القداسة والطهارة, وإنسان إيوان. واحد تاني نايم نايم, واحد تلاقيه يرغي كتير ويتكلم وخطايا كتير, واحد حرامي, واحد سكير, واحد زاني. ده فرط في العطية, فرط في العطية. لكن في ناس شطار. من عنده هذا الرجاء به, اللي مستني مجيء المسيح واللي مستعد عايش حياة الاستعداد, يطهر نفسه. خدوا بالكم الكلام, يطهر نفسه. أتاري بإيدينا إحنا, يطهر نفسه. أنا اللي ممكن أجاهد عشان عيني تبقى بسيطة, وأنا اللي ممكن أجاهد عشان لساني يبقى نضيف, وأنا اللي ممكن أجاهد عشان قلبي يتملي بالمحبة, وأنا اللي أجاهد عشان أقتني كل بركة وكل فضيلة. أتاري هنا شطارة.
شطارة مش ساعات يسموا الولد الشاطر شطارة. ففي مؤمنين نايمين، مسيحيين نايمين مرنخين على مستوى اللقمة عايش، يجي من الشغل ناس كتير أكل لقمة، اتفرج على التلفزيون، عمل كذا عمل كذا، ربنا ملوش نصيب أبدا في حياته، وسايب لسانه زالف وعينيه طياري ومش عارف ايه. وفي واحد تاني واقف لنفسه، دي دبان به يطهر نفسه، يطهر كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. الإنسان حارس لنفسه، بإيدك تأخذ وتغتني وبإيدك تعيش فقيرة فقيرة، تشحتي كل نعمة مش هتلاقي، محدش بيشحت التاني. من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه، أما الحاجة الكبيرة أوي كما هو طاهر زي المسيح. ويقول في حتة تاني، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها. عايز أقول باختصار، صدقوني إن المسيحيين قديسين ماشيين على الأرض. كنت بتكلم من 3-4 أيام في المقر البابوي، اتكلمت عن الكنيسة. والمقر البابوي فين؟ احنا فين دلوقتي؟ كلمت عن الكنيسة، قلت نمرة واحد، الكنيسة كنيسة القديسين. أنا عايزك تسمع الكلمتين دول وما تستناش على الكرسي بتاعك زي ما أنت يعني، وما تطلعيش زي ما دخلتي. شوفوا في آخر القداس أبونا بيقول إيه، القدسات إيه للقديسين. فهموا الكلمتين اللي هقولهم. احنا من اول ما تعمدنا بيقول اغتسلتم، ادي المعمودية، تبررتم، لبستوا المسيح، تقدستم يعني تخصصتوا للمسيح، تقدستم اتخصصتوا للمسيح. ده في المقابل المسيح له كل المجد جه وقال لأجلهم أقدس أنا ذاتي، يعني أنا أخصص نفسي لخلاص الإنسان. لأجلهم أقدس أنا ذاتي، وإحنا بالمعمودية تقدسنا، تقدستم. عشان كده يجي بعد شوية وإحنا ماشيين في الدنيا يقول كونوا إيه؟ قديسين، مكملين القداسة في خوف الله. يعني ايه؟ بيقول فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله، ده جهاد. فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، انا اللي طهر، مكملين القداسة في خوف الله، كونوا قديسين في كل سيرة. يعني عيشوا مخصصين على الدوام للمسيح، عيشوا مخصصين. انت بتاع ربنا من يوم ما تعمد، عيش بتاع ربنا، لسانك بتاع ربنا، عينك بتاع، ايدك بتاع ربنا، رجلك بكل بيتك، ولادك، قرشك، كله بتاع ربنا من يوم ما تعمدنا. كونوا قديسين، كونوا قديسين. فالاباء الرسل لما ابتدوا يكرزوا وراحوا هنا وراحوا هنا، اللي راح كورنثوس قعد يتكلم وبشر وعمد ناس امنوا وبتاع وسابهم ومشي، وبعد اسبوع اسبوعين بعت لهم جواب بيقول لهم ايه؟ الى القديسين الذين في كورنثوس. الله، ده لسه متعمدين من اسبوعين. ما هو تخصصوا ربنا بعد ما تعمدوا. كل دول قديسين، ده مش انا اللي بقول، مش انا اللي بقول. التقديس بعد المعمودية يعني تخصيص، يعني اتنصر، يعني بقى ناصري، بقى تبع الناصري. يبقى
كلنا بقينا قديسين، والشطاره في ان احنا نكمل القداسه في خوف. كونوا قديسين، نعيش في مخافه ربنا. انا بتاع ربنا، ابعد عن الغلط وابعد عن الخطيه، ده جهادي. يطهر نفسه، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. باخد نعمه اجاهد بيها. اتاري المسيحيه ما هيش نوم في الخط، ما هيش نوم في الخط. لا، وما المسيحيه ايه؟ انسان سهران اخذ عطيه وبيتاجر بيها. كل واحد اخذ عطيه، كانما انسان مسافر دعا عبيد واعطاهم امواله، كل امواله، كل مال المسيح صار لينا، وقال تاجروا الى ان اجيء، واعطى كل واحد على قدر طاقته، فكلنا اخذنا. والشاطر هو اللي تاجر، والشاطر هو اللي يربح. واول حاجه يربحها نفسه، انه يحافظ على العطيه، يحافظ على العطيه، يسلك سلوك مقدس مبارك. وده عملنا احنا، من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما المسيح طاهر. فتلاقي الانسان بارادته بيكذب، ولما يجي يتوب يقول لك خلاص. واحد تاجر كان في تجارته يغش، ده هو بيعترف يعني بيغش بطريقة معينة فيش داعي ان انا اقولها يعني. وبعدين ارتبط بخدمة وكنيسة وبتاع، فتغير، قال خلاص مفيش غش من النهاردة. فمعاه تجار تاني زمايله أصدقائه بتاع، بياخدوا ويدوا مع بعض، فيجوا يقولوا له حنا، قال لهم لا أنا خلاص بطلت الحكاية دي. ولما بطل ابتدى يكسب أكتر، لما بطل غش ابتدى يكسب أكتر. فالمسلمين اللي معاه بطلوا غش عشان، بس طبعا بطلوا غش عشان يكسبوا أكتر مش عشان توبة يعني، فشافوه هو بيكسب أكتر، قالوا إحنا هنبطل الحكاية دي، هنبطل الحكاية دي. فتلاقي الإنسان بإيده يغلط وبإيده يعيش كويس، بإيده يرضي المسيح ويعيش الحياة المقدسة والمباركة. وربنا هيحاسبنا ليه في السماء؟ هيحاسبنا لأن سايبنا بحرية اختيارنا. الإنسان حر على طول الخط، مخير، بيمشي كده بإرادته، لا أمشي كده بإرادته، يعمل دي ما يعملش دي بإرادته. عشان كده في السماء ربنا هيحاسب الإنسان، فبإرادته ممكن يتوب عن الخطية الآن، مش هعمل الخطية. وبإرادته ساعات الواحد يسيب إرادته للشيطان، وتلاقي الشيطان يلعب به الكورة، وإنسان مزعزع مقلقل، ياخده من هنا ويوديه هنا، وحياته مرة. من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. ايه رأيك في الاخر لما اقول انت فين من الكلمتين دول؟ انت ابن ربنا وانت بنته، ده مؤكد، احنا ولاده. سؤال، هل احنا عايشين على مستوى البنوية؟ أبوك فرحان بيك، أبوك فرحان بيكي، أنت عايش فرحان مليان محبة مليان سلام، هو حاضر شخصيا في وسطينا. إن كنت عايز حاجة اطلبها منه، هو غني ويحب جدا ولاده يعيش على مستوى غناه. تشرفوا لما تظهر غناه للعالم، تجيب عليه العار لما تعيش موحول في الخطية. عيش كابن من النهاردة، وعيشي كبنته من النهاردة، غني في المسيح، مليان محبة مليان فرح مليان سلام، بتجاهد الجهاد القانوني بالنعمة. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين.
يظهر حس وبعته شويه اسئله. ايه رايك تسال؟ لا خلاص فات المعاد. طب اتعب وافتح لي دول واختار لي سؤالين ثلاثه منهم كلهم. اشمعنى يعني كنتوا نايمين؟ كلمة منفعة للشعب الموجود بالدور الثالث والرابع والبيزمنت. ايه ده؟ احنا فين؟ دور الثالث والرابع والبيزمنت، يعني احنا في انهي دور؟ ها؟ ده دوخين يا لمونة دي. ايه كلمة منفعة؟ مش شايفيني وسامعيني؟ أنا ما أقول بركة كبيرة أني أولا أنا تقريبا كل سنة باجي الكنيسة دي بأبائها المباركين وشعبها الطيب الطيب اللي هو ممكن أقول أنا واحد منكم، وأنا بحب الكنيسة جدا ولي ارتباط قلبي وحبي فيها. فأنا بحيي الناس اللي موجودة في الدور الثالث والرابع والبيزمنت. بيزمنت يعني الأرضي تحت الأرض، البدروم. عندكم في الصعيد بدروم؟ وربنا يديكم نعمة وبركة. وإحنا سمعنا الكلمة، يا ريت ناخد بركة من المسيح اللي حاضر معانا شخصياً. أمين. كلمنا عن المصالحة مع الله. لا يا ابني، ما الله هو اللي جه يصالحنا. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. خلي بالك، المبادرة كانت منه، هو اللي بدأ، هو اللي بدأ. هتقول لي ما راحش للابن الضال يجيبه ليه زي ما دور على الخروف؟ اقول لك راح للابن الضال. راح له ازاي؟ الولد لما راح بره في الكرة البعيدة سمح ربنا ان تحصل مجاعة في الحتة دي، وسمح ان فلوسه تضيع، وسمح انه ما يلاقيش شغل، وسمح انه ما يلاقيش ياكل، خنقه تمام عشان يرجع. يبقى راح له ولا ما راحلوش؟ فربنا عمل المبادره بالنسبه للعالم. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه وواضعا فينا كلمه المصالحه، واضعا فينا احنا الخدام كلمه المصالحه. اذا نسعى كسفراء كان الله عن المسيح، كان الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. هو اللي صالحنا، جه يصالحني وانا الغلطان. شيء مفرحني طول الزمان ماشي سواح، قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي. جه يصالحني ماشي سواح، قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي، تمن ذنوبي. هو الإله وأنا إنسان، أخذ مكاني من الغلطان. هو الإله وأنا إنسان، أخذ مكاني وأنا الغلطان. ماشي سواح، قصدي محبوبي في ايديه جراح تمن ذنوبي، تمن ذنوبي.
جهي صالحني وأنا الغلطان شئم فرحني طول الزمان ماشي سوا قصدي محبوبي في دجيره تمن ذنوبي تمن ذنوبي. ممكن اعترف للرب مباشرة؟ هو حد غصبك انك تعترف؟ بيقول يا ابني اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، بعضكم لبعض بالزلات، كلام واضح. ومن بداية الكنيسة أول ما ابتدأت الكنيسة قال طبعا لسه ما كانش فيه كنيسة مبنية، فكانوا بيصلوا في الهيكل أو يصلوا في أي مكان، يقول كان كثيرون يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. كان يجي الواحد في وسط الكنيسة في وسط الجماعة ويقول أنا أخطيت، أنا سرقت، أنا حلفت، أنا شتمت. كان كثيرون يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. ممكن واحد يقول ده لما أغلط في واحد أروح أقول له سامحني. طب ولما تغلط في ربنا؟ يقول أقول لربنا لا، الشرط اعترفوا بعضكم لبعض، ناس لناس، يعني الشعب للكنيسة. وبعدين يا ابني الحاجات دي مش ده، الحاجات دي لازم تكون حياة في قلبك. أنا دايما بتناول وبعترف بس مش بفرح، مش حاسة. بجوايا فرح حقيقي، دايما حاسة اني شايلة الهم، بس انا بحب ربنا قوي. زمان كانوا يقولوا الصعايدة غاوين حزن، وفي ناس غاوية هم، يعني يبقى ما فيش هم تجيب الهم لنفسها او يجيب الهم لنفسه. شوفوا بايدينا احنا نفرح وبايدينا احنا نشيل هم، وده يجي مع الايمان والنعمة. لما تلمس القلب والانسان يتغير تلاقي ربنا يشيل الشيلة. يعني ممكن تكون انسانة مؤدبة وما بتعملش غلط، يعني ماشية دغري كده، لكن عايشة عيشة الناس، يعني شايلة هم العيال وشايلة هم المصاريف وشايلة هم المدارس، والبنت ما اتجوزتش ومش عارف ايه، شايلة وعمالة تودي وتجيب. ده هي غاوية كده، غاوية، مع ان ربنا ما قالنا شيلوا كده. ربنا قال سيبوا الشيلة عليا. ونقول له يا رب ساعدني اني افكر تفكير فوقاني، ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. بايدينا احنا نشيل الهم ونقعد نفكر في الدنيا والظروف والعيال والبنات والجواز والتعليم، بايدينا وبايدينا نسيب الشيلة على ربنا وابعد الفكر ده عن دماغي. هتقولي طب ما هي دي حياتنا. لا مش حياتنا، ربنا ما قاليش شيل الهم كده. أنا أسيب كل ده وأقول عدد ترنيم وأفرح بالرب وهو شايلني وشايل شيلتي. واحد بيقول أنا واحدة أنا فرحانة بالرب بس الشيطان بيلعب دور في حياتي يجعلني حزين، ماذا أفعل؟ نفس الكلام. أنا من مدة 6 سنين حلمت إن المسيح ظهر لي، وظهر معاه واحد لابس بدلة بيضة والمسيح كان لابس أبيض، وعلى
صدره الوشاح الأحمر على هيئة سبعة، وقال للي لابس البدلة البيضة بعد ما مشي السيد المسيح أهو هو المسيح اللي بعدين رايحة تقعدي معاه في السماء. أمين يا بنتي، أمين أمين. واحدة بتقول أنا زوجي عصبي جدا، يجي من الشغل ما يتكلمش ولا أي حاجة، يقعد بالساعات يا ابونا ياكل وينزل على طول ويرجع الساعة 3 بالليل. يا حلاوة يا حلاوة، بيروح فين للساعة 3 بالليل؟ وبعدين يروح الشغل ازاي؟ ما هو ده الإنسان، صدقوني الإنسان اللي بيهمل حياته الأبدية. يعني يمكن هي بتسأل عشان بيتها وعشان يقعد معها يعني، لكن ناسي ان ده بيعرض نفسه للهلاك. ما فيش فكر في حياته الأبدية ولا خلاص نفسه، ده إنسان مجنون مجنون. أي إنسان يقامر بحياته الأبدية إنسان مجنون. ده قبل ما يغمض عينيه بيقول القديسين، قبل ما تغمض عينيك هل انت مستعد ولا لا؟ قل لي يا فلان. ازاي تغمض عينيك وتنام وخطيئتك في قلبك مش عارف ان العريس ممكن يجي في نص الليل وياخد عروسته معاه وانت ما يكون لكش نصيب معاه؟ ممكن يجي في نص الليل، ممكن انت تسافر. يا ما ناس كتير راحوا يصحوها ما لقوهاش ما لقوهاش. ده انسان تعبان، انسان مجنون مجنون. هل السيدة العذراء كانت حاملة خطية آدم وحواء؟ إذا كان نعم فكيف جاء منها الله؟ إذا كان لا فلماذا هي غير حاملة الخطية؟ شوفوا الفرق بيننا وبين كنايس تاني، أن يقولوا العذراء حبل بها بلا دنس. إيه الدنس؟ ودي حتة مهمة ممكن تلمس حياتنا. المرنم في المزمور بيقول بالخطية حبلت بأمي وبالآثام صورت. بالخطية حبلت بأمي وبالآثام إيه؟ صورت. وإحنا في الأشياء بنصلي بنقول إيه؟ ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. إيه الدنس وإيه الاسم ده؟ اللي هو حكم الموت اللي جالنا بسبب خطية آدم الأول. ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما، يعني مولود النهاردة مولود تحت الحكم، واخدين بالكم؟ مولود النهاردة مولود تحت الحكم. مش يجي واحد يوعظ يقول حتى ده مولود النهاردة عنده خطية، لا، مولود النهاردة تحت الحكم، وكل إنسان اتولد تحت الحكم، والعذراء مريم اتولدت تحت الحكم. مش حبل بها بغير دنس، يعني ما ورثتش الحكم، لأن لو استثنينا إنسان واحد من خلاص المسيح يبقى المسيح ما هوش ربنا. وده الفرق بيننا وبين كنايس تاني، إن العذراء مولودة تحت الحكم. دي ملهاش دخل بإني أحل فيها جمر اللاهوت وأم ربي وأم الله، ملهاش دخل بدي. أشكركم كتير. امين. احنا بنشكر ابونا مكاري على النعمه الفياضه اللي احنا سمعناها النهارده. ربنا يبقى فعلا يفرح قلوبنا ونحس فعلا ان احنا اغنياء، لان ابونا غني. وزي ما ابونا مكاري بيقول ان هو له محبه في قلبه لاجل هذه الكنيسه، وانت يا ابونا
ليك محبة أيضا في قلوب كل الناس الموجودين هنا في الكنيسة. ربنا يخليك لينا ودايما تفرحنا بوجودك معنا وبنشكرك شكر جزيل جزيل جزيل. أبونا حيصان تفضل تفضل. أمين الليلويا دوك سابت ريكيوكي أجيب نغماتي كنينكائي كيستوسي وناستوني اذكر نفس الجيوب ان شايسي تصبح خريستو ابقورو انت ابقو افطن في بلخن يسموت خن بيئه اما شوم سودي امونو ونينان كني ليسون كني ليسون كيري افلوغي سون امين اسمو ايرون اسمو ايرو استيمي تانيا كوني اول قنبي امين بخريستوس بن نوتي. ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا ليك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يوم الثلاث حيكون مع عندنا قداس بتاع أسرة سمعان الشيخ حيصلي فيه نيافة الحبر جيل الأنبا كيرولوس أسقف نجا حمادي والأنبا بيمن أسقف نجادة وأوس في القداس يوم الثلاث الساعة 8:30 ويوم الأربع هيكون معانا نيافة الأنبا بيمن برضك في القداس الإلهي الساعة 8:30 وبنفكر الناس بتوع جيرسي سيتي إن في انتخابات يوم الثلاث.